وأنا أنصح من يريد التعرف على الحسين، بل من يريد أن يرقى إلى مقام من زار الحسين عارفا بحقه، عليه أن يرجع إلى هذا الكتاب زيارات. كامل الزيارات للشيخ ابن قولوي قدس الله روحه الزكية. هو أستاذ الشيخ المفيد، بل ربما أستاذه الوحيد في المجال الفقهي، وهو تلميذ الشيخ الكليني.